زيارة هي الأولى للرئيس الروسي بوتين إلى كوريا الشمالية منذ أكثر من عقدين، قد تحمل رسائل أكثر وضوحاً عن مدى العلاقة بين الدولتين. المعروف أن زيارات بوتين الخارجية نادرة، خصوصاً منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، في وقت أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لم يستقبل أي رئيس آخر في بيونغ يانغ منذ جائحة كورونا. ووفق CNN، هذه الزيارة تتم مراقبتها عن كثب، كونها ستعزز الشراكة بين القوتين، مدفوعة بحاجة بوتين إلى الدعم في الحرب على أوكرانيا. زيارة بوتين هذه لكوريا سبقتها زيارة لوزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويغو قبل تغيير منصبه، كما أن كيم زار روسيا في سبتمبر الماضي.